كانت بملايين يعني، حاجات فاضيه 60 فضه بثلاث قروش، حاجات لا تذكر. لكن حاليا دلوقتي طبعا الجو اللي احنا فيه ده تيجي البيع 5 مهسس سعيرة هي عايز زوجين بس يعني ممكن كل واحد عليها 5 دي 10 ايه، ما كل واحد 10 دي 10 واحد يقول 5 دي 5 مهسس تيجي البيع 5 دي 10. انا كانت ناس حلوه وكان خير كتير، كان خير كتير يعني، كان الجلديه حاجات فاضيه بس، ودلوقتي برضه ما زال في ناس حلوه برضه يعني، في ناس حلوه بقول له 5 يروح مدينا 10 ناس كويسه يعني. هي دي زهر، الزهر بيحتفظ بالسخانه، يد حديد لان الحديد بيسخن بسرعه ويبدا يبرد بسرعه، فدي بتحتفظ بالسخانه، ينفع في القعده تحت مين الزهر، اما اليد اللي نمسك بيها دي هي دي الحديد، تسخن على غاز زي ما تشوف شعله كده. انا حبيتها قوي يعني، رغم يعني متعبه بس حبيتها، مش بصرف من عن فلوس وعاوز دخل، انا راجل سني كريم بدل ما اقعد هنا ولا هنا حبيته وعشقته، اندمجت فيها ادي 15 سنه هنا، وليا زبون معين بيجيني وانا بهتم بالصنعه يعني حبيبها، انا مش على فلوس، انا شو مسؤول بس بدل الصنعه على اصلا دي صنعه، لازم تسجل الصنعه، الزبون جايب جلابيه عادي بالجلابيه مش عايز تعمل شيال اي كلام في البخار، ما عندنا بخار كتير هنا 5 6 بتاع بخار، مش الصنعه بتاع قميص جاكيت بنطلون بس.